السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ نتوما بخير وعلى خير. البرد هذا بغي نصاوب لكم واحد الوصفه ديال البرد مضمونه 100% ومجربه، وما غاديش نقول لكم شي حاجه اللي ما هي كاينه. عندنا الشريحه البلديه، ها هي جناها وغسلناها وصيبناها ونقيناها، غادي نشدوها غادي نحلوها بحال هكا. نتوما غادي نحلها بحال هكا، غادي نحلها بحال هكا كي وريتكم هكا، بحال هاد الطريقة هكا. وغادي نديرها في كسكاس، غادي نجمعها في الكسكاس تنكملوها كلها ان شاء الله ونديروها في الكسكاس. وغادي نفوروها مزيان، تفور واحد الطريقة زوينة بحال تولي بحال الزبدة. وغادي نشدها ان شاء الله وغادي نخوي على الزيت العود حره، وغادي ديروها في واحد القرعه ديال الدجاج وخلاص تكون نقيه ومصايبه. وديروا ديك الشريحه وتعمروا عليها بالزيت وتخلوها تقريبا يومين وعاد تكلوا فيها على الله ان شاء الله. وانا غادي نكمل وارجع معاكم. ها الشريحه اللي قلت لكم بالثومه كملتها وصوبتها، واللي ما بغاش تكون عنده الريحه ديال الثومه، هاد النبته هذه اللي هاد النبته انا راه حيدتها، شفتيها هاد النبته اللي تكون في الثومه انا حيدتها. واللي ما بغاش الريحه واللي بغى ما عندوش المشكل يديرها هكا يا بنتها، واللي بغى يحيد القلب ديال الثومه. وهذه هي الوصفه ان شاء الله ديال البرد ديال الكحبه ديال السدر. ونقول لكم اللي بغى يشربها حتى يدخل الفراش ديالو عادي ياكلها، ما تاكلوهاش وانتم ما كاينينش في الفراش، لا تصدقوا تبغوا تداووا حتى تصدقوا تمرضوا. دابا غنديرها ان شاء الله تفور. الوصفه ديال الشريحه اللي قلت لكم ها هي دابا فورتها وصوبتها، ها انتم تشوفوا كيفاش عملت ليها. هي هذه الوصفه، ها هي انتم المشاهدين، هذه ان شاء الله يا ربي خطيرة واعرة زوينة. راه البرد ما تمشي ما تجي معاه. وانتم ان شاء الله ملي غادي تعجن خلاص راه فورتها وداك الشيء رانا وريتكم في الاول. ودابا ان شاء الله ملي فارت تولات كي الزبدة دابا غادي ندير لها هكا زيت العود حرة، ها انتم ديروا لها هكا، ديروا لها الزيت بحال هكا. هديروا ليها المشاهدين الزيت بحال هكا، وغادي ديروها في واحد القرعه ديال الدجاج. هاد دابا هادي ان شاء الله تقدروا تخلوها حتى سيمانه حتى 20 يوم عاد تبداو تاكلوا فيها، حتى 20 يوم وعاد تبداو تاكلوا فيها. عرفتوا راه دواء واعر للدراري الصغار للسدر. الا الدري ما يبيش ياكل لك الشريحه بحال هكا، زي معلقه هكا تاع الزيت وعطيها له مع الصباح، وعطي للدريه ياكل والبنيه والتنسية والراجل، مزيانة بزاف وخطيرة هاد الوصفة صراحة ضربي. دابا أنا فيا السكر ما غنقدرش ناكلهم، وأنا ناكلهم ونوريكم وين فيا السكر. ودابا إن شاء الله غدا في واحد القرعة، هانتوما نديرو الزيت، الزيت تفوتها زيدوها كاع كتر من هكا ديال الزيت. تبارك الله زين والشريحة بلدية. إوا هاد الوصيفة هادي راه ديال البرد، مخيرة بزاف بزاف ياكلوها. هادي راه زوينه، ها اللي فيه الكحبه، والكحبه راه ما تدخلهاش السدر كاع، السدر مزيان. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم، وانتم شكرا لكم وعلى خطكم وبارك الله فيكم. واللي ما دخل القناه يدخل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته المشاهدين، وراني تنبغيكم بزاف.